بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله تعالى رايحين نعمل مشروب للتخلص من الكرش نهائيا، وذلك خلال شهر فقط، وهو مشروب الكمون الرهيب. إن شاء الله بدون إطالة رايحين نتكلم عن مكونات هذا المشروب. مكونات هذا المشروب عبارة عن ملعقة كمون، ملعقة من الكمون، هذا هو الكمون، وملعقة من النعناع الأخضر المجفف، يعني تأخذي نفس المقدار النعناع الأخضر المجفف، و ملعقة من الزنجبيل كذلك يكون مجفف ومطحون، ونفس الملعقة شاي أخضر. شاي أخضر، ملعقة كمون، ملعقة نعناع، وملعقة زنجبيل مطحون، وملعقة من الشاي الأخضر. طريقة عمل هذا المشروب: تغلى هذه المواد الأربعة كلها طبعا وبنفس النسب والمكيال في وعاء بلتر ماء، نغليها في لتر ماء لمدة 10 دقائق، ونتركها لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بتصفية هذا المشروب ويتم شرب كأس على الريق، وكأس ويشرب كأس آخر قبل الغداء بنصف ساعة، وقبل العشاء بنصف ساعة أيضا. قلت يشرب كأس على الريق وكأس قبل الغداء بنصف ساعة، وقبل العشاء بنصف ساعة أيضا، وذلك لمدة شهر كامل، وعندها سوف تلاحظون النتيجة بأنفسكم، وستتخلصون من الكرش نهائيا بإذن الله تعالى. إن شاء الله كل من طلبت مني وصفة أو مشروب للتخلص من الكرش، شوف الفيديو ينال إعجابها وتطبق الوصفة، وبإذن الله تعالى تتخلص من هذا المشكل. ولكن أرجو أن تطبق طريقة عمله وكيفية الشرب والأوقات التي تشرب فيها هذا المشروب، وإن شاء الله تكون النتيجة مرضية. وبالأخير أتمنى الاشتراك في القناة، وذلك لدعمي على إعطاء كل ما هو جديد ومفيد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.